هذا المشروب من أقوى المشروبات اللي أنا جربتها شخصياً، تساعد على نزول الوزن والتخلص من الدهون خاصة بمنطقة الكرش مع المداومة طبعاً واتباع نظام صحي ومشي، راح تشوفي نتائج جداً جميلة. أنا اتبعت نظام صحي، يعني كنت مرة حريصة ودقيقة في النظام الصحي، لكن لاحظت أنه ما ينزل وزني إلا بعد ما صرت أشرب هذا المشروب وبعض المشروبات الأخرى، بس هذا كان مرة صراحة فادني، فحبيت أشارككم وأفيدكم. لا تنسون بنات الاشتراك بالقناة، دعم الفيديو بلايك. مكونات زي ما أنتم شايفين: زنجبيل، نعناع، شوية كمون، وشاهي أخضر، وأصب عليهم موية حارة وأتركهم شوي عشان تمتزج المكونات وتطلع فايدتها أكثر. وبعدين طريقتي إني أشرب قبل الوجبات على كاس، وقبل النوم كمان أشرب لي كاس، ومرة شفت معاه يعني نتائج مرة جميلة ومذهلة. حبيت أشارككم وصفتي، إن شاء الله تستفيدون منها كلكم. إذا ما تقبلينا بدون تحلية، ممكن تحلينا بالعسل أو بسكر أو بسكر استيفيانا، وهذا السكر المحلي. هذا المشروب كمان استخدامات ثانية، يعني هو مو بس تاخذينه علشان نزال الوزن، هو كمان مفيد مرة للي يعانون من عسر الهضم، عندك تهيج والله في الأمعاء، في القولون، مكوناتها مرة مفيدة. إذا كنتي ما تقدرين تشربينه يعني بدون تحلية، أنا أول ما بديت أستخدمه صراحة ما كنت أقدر أشربه وهو حار يعني بدون تحلية، فأخليه لحد ما يبرد يكون أسهل بالشرب، وأحيانا أضيف له شوي ملعقة عسل فيكون طعمه مقبول. كان هذا نهاية فيديو اليوم، أرجو أنكم تكونون استفدتوا. أشوفكم في فيديوهات قادمة، وإلى اللقاء.